الحمد لله مضيت مع استاذ محمد النقلي ومن المخرجين اللي انا بحب اشتغل معاهم جدا. عملت معاه قبل كده 4 اعمال، بحس ان هو من المخرجين اللي انا مش عايزه اقول يعني كلمه كبيره، بس بفن معاه قوي بجد، يعني بسيب ايدي كده كممثل. اشتغلت مع استاذ احمد ابو زيد قبل كده مسلسل الشك، تاني عمل معاه. أسرة المسلسل فيها فنانين كتير قوي اشتغلت معاهم قبل كده. مدام لوسي اشتغلت معاها في البطنية قبل كده، كانت دور مامتي. اشتغلت مع أحمد عصام، اشتغلت مع أستاذ حجاج عبد العظيم، أستاذ طارق صبري، ناس كتير قوي. فحاسة أن أنا داخلة مسلسل مش غريب عليا. يعني هو المسلسلين أصلا مختلفين جدا عن بعض. كدلع بنات ده ورق مختلف خالص تماما عن ولي العهد. يعني انا السنه اللي فاتت تفرغت تماما لمسلسل دلع بنات، لان كان الدور صعب عليا جدا، يعني الشكل الخارجي والداخلي صعب عليا جدا. انت يا زفت، انت مش شايفني واقفه؟ الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر، وحشانه الابتسامه والبيضه والحجر. انت ايه يلا اللي مقعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمدي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار، وخد معاه العربيه والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يلطش. مش مهم، يلا وقف لي تاكسي بسرعه، عايزه اروح المحل، وحشني الرقص. فحبيت ان انا اتفرغ له تماما. ولي العهد اكيد برضه هيبقى صعب عليا، بس انا حبيت ارجع تاني الريم البارودي، الحته اللي الناس يمكن ده اكسكلوزيف لوشوشه، ولكن مش هقدر احرق طبعا الدور قوي عشان استاذ نقلي كان بيكلمني وانا طالعه، وعارف ان انا معاكم النهارده، وعارف ان انا هقول حاجات كتير، مش عايزه احرق دوري اللي انا هعمله. ولكن انا رجعت تاني حته ريم البارودي اللي هي معروفه فيها، يعني الناس مستنيه رمضان الجاي هتعمل ايه. انا حبيت ارجع تاني للحته اللي انا اصلا الناس متعوده عليا فيها. ولكن اكيد احمد ابو زيد كاتب بشكل رائع، يعني وكاتب شخصيه مها السنه دي اللي انا بعملها كاتبها بشكل رائع. يعني وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org